انت مش حمل شوشره وانا مش حمل بهدله السجن يا اخويا. هتعمل ايه؟ هتمنعني ازاي؟ اللي عملها مره يعملها التانيه. هتموت اخوك؟ الا لو اخويا عاقل وحط جزمه في بقه وسجن. ابوس ايدك اسكت. خساره يا وليد، 100 مليون خساره عليك يا اخويا. صار علي ما هي طول عمرها ماشيه كده. انت الراجل المثالي اللي كل الناس بتحبه وبيسمع الكلام، وانا العيل التلفان اللي مطلع عينه بامه. ايه الجديد؟ ها ايه الجديد يا لطفي؟ ما ترد عليا. كفايه كده يا وليد، كفايه. سلمتني؟ سلمتني يا اخويا؟ انا اسف، انا اسف يا وليد، بس انا مش هسيبك والله. انا هفضل جنبك، انا هدافع عنك في المحكمه، هتلاقيني هناك. مش ناس كتير تقدر تعمل اللي عملته ده متر. هو يمكن بقى الناس الكتير دول هم اللي صح. وليد اصلا مش اخويا الصغير، وبس ده انا مربيه على ايدي من وهو في اللفه. معلش انا عارف ان صدمتك كبيره. لازم اعديها علشان مع ان انا اللي مقدم لكم دليل ادانته وصوت وصوره. وقوفك مع الحق والعدل معناه كبير قوي يا متر. الناس دايما بيحاولوا يلاقوا اعذار علشان يحموا بيها الناس اللي يخصهم. انت قدرت تعدي كل ده وتنحاز لقيمك واخلاقك. ده انت حتى ما رضيتش تداري على مجرم مع انه من دمك. والله انا حتى نفسي لو مكانك مش عارف انا كنت هقدر اعمل اللي عملته ده ولا لا. هيخرج منها، هيخرج منها متعلم درس انا معرفتش اعلمه بنظري، او يعني اتمنى ذلك. انا وانت قضيتنا واحده يا متر، الحق والعدل. ودول مش محتاجين صوت وصوره علشان يثبتوهم، دول محتاجين ناس عندها ضمير. والحقيقه مصيرها هتبان في يوم من الايام مهما حاولوا يزيفوها. بس سيبك انت، رضوى عرفت تختار المحامي الصح. هي بنت حلال، تستاهل كل خير.